السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبابي أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس في مدرسة المناهل الدولية، مرحبا بكم من جديد في القسم الثاني والجزء الثاني من درس سيدنا موسى عليه السلام وفرعون. تكلمنا في الدرس الماضي عن حياه سيدنا موسى وعن صباه وتكلمنا ايضا انه هاجر وترك مصر ثم عاد اليها وامره ربه سبحانه وتعالى ان يذهب الى فرعون وينصحه ويقول له القول الطيب اللين من أجل أن يدعوه إلى عبادة الله عز وجل ويدعوه إلى الإيمان والطاعة كما يدعوه إلى عدم تعذيب بني إسرائيل وأن يرسلهم معه من أجل أن يتحرروا من ظلم من الظلم الذي كان قد وقع بهم وتكلمنا أيضا أنه بعد أن طلب فرعون الأدلة على على صدق سيدنا محمد سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم جاء بالسحرة فهؤلاء السحرة كما علمتم آمنوا عندما لم يستطيعوا أن يغلبوا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فقال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ثم وقف فرعون وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهذه قمة التجبر والتعاظم وإلغاء الاخر ما علمت لكم من اله غيري وهذه عادة الدكتاتوريين وعاده المتسلطين والمتجبرين نسأل الله تعالى ان يعافينا منها منهم وان يخلصنا بلدنا الحبيب سوريا يخلص بلدنا من هؤلاء وامثاله الفراعنه الطغاة الذين طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد اللهم ردنا الى بلادنا وقد يسرت لنا طريق الخير والبر والعافية والتقوى وهزمت بقوتك وبقدرتك هؤلاء الطغاة الذين اعتدوا على أعراضنا وعلى أموالنا وعلى بيوتنا وأخرجونا من بلادنا بغير الحق إلا أن نقول ربنا الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الحكام والطغاة هذا هذه عادتهم يمنعون اي احد عن التفكير، لاحظوا فرعون ماذا يقول ما علمت لكم من اله غيري اعكن حدا يعبد اي حدا غيري وهذا يعني قمه التجبر والطغيان نعم فلما قال انا ربكم الاعلى فتحداه سيدنا موسى هل انت رب؟ قال نعم انا رب قال إذا سنرى من هو الرب الحقيقي عندما ينزل عليكم العذاب فأنزل الله عز وجل عليه بعض آيات من العذاب على فرعون وملئه وقومه أنزل عليهم بعض الآيات قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والدفاضع والدم فأرسل الله عز وجل على فرعون وجنوده الطوفان طاف نهر النيل ودخل الطوفان ودخل الماء الى الاراضي الزراعيه وإلى وإلى, والى 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 قصر فرعون ولولا ان انه طلب من سيدنا موسى أن يدعو ربه بكشف هذا الضر والبلاء عنه لا هلكوا جميعا وقد فسدت الأراضي والمتاع والبيوت وغير ذلك أيضا أرسل الله عليهم بعد أن لم يستجيبوا لأمره أرسل عليهم الجراد والجراد كما تعلمون بالعام بيقولوا بياكل الأخضر واليابس لا يبقي شيئا سبحان الله أرسل الله عليهم هذا العذاب فذهب بعض المفاوضون من قوم فرعون إلى موسى نرجوك يا موسى أن تبعد عنا هذا البلاء وأن تدعو الله لنا أن يذهب عنا هذا العذاب وهذا البلاء فطلب موسى أن يتركوا بني إسرائيل ويجعلوهم في أمان وفي حرز وان يتركوهم يذهبوا معه من اجل ان يحققوا ما امر الله عز وجل به فاستجابوا له وكشف الله عنهم الجراد، لكنهم لم ينفذوا امره فانزل الله عز وجل بعدها عليهم القمل، ونحن بالعاميه نقول الامل القمل، القمل هو حشره صغيره جدا تكاد لا ترى يعني تأتي على اللباس وتأتي على البدن ويعني تزعج كثيرا ويكاد من يصاب بهذا المرض من شده الحساسيه والحك يكاد لا انه لا ينام فأصاب قوم فرعون كلهم سبحان الله فطلبوا من موسى يا موسى نرجوك نتوسل اليك ان تطلب من ربك ان يرفع عنا هذا العذاب فدعا موسى ايضا ولاحظوا هذه رحمه في قلب سيدنا موسى وصبر وتأني قبل أن يوقع عليهم العذاب نعم وأيضا مرة أخرى خالف قوم فرعون وجنوده خالف خالفوا أوامر الله عز وجل ولم يرسلوا بني إسرائيل بل أبقوهم تحت حمايتهم وسلطتهم وتعذيبهم بعد أن زال القمل وارتاح الناس قليلا فإذا بالضفادع تخرج وتتوجه نحو بيوتهم وممتلكاتهم واموالهم وطعامهم، سبحان الله انتقلت انتشرت الضفادع في كل الاماكن، وايضا حدث كما حدث مع المعجزتين الاخرى الاولية او المعجزات الثلاث التي ذكرناها قبل فهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع، ثم تحول نهر ماء ماء نهر النيل الى الدم. فصار اي أيوه احد يشرب من هذا الماء يستطعم بطعم الدم، وتحول الى اللون الاحمر، نسال الله ان يرفع عنا هذا المقتى وهذا العذاب، فكانوا يطلبون دائما من سيدنا موسى نرجوك نتوسل اليك ان تبعد عنا هذا البلاء، هذا العذاب، انا موقنون اننا سنرسل معكم بني اسرائيل، ولكن كانوا دائما ينقضون العهد والميثاق والوعد الذي يعطونه لسيدنا موسى. ثم ان سيدنا موسى جمع اصحابه وهيئهم ورتب امر خروجهم من سلطه فرعون، ومضى بهم فلما وصلوا الى منطقه قريبه من البحر علم فرعون بهذا الامر، وقال اصحاب موسى انا لمدركون، ففرعون يلحقهم من خلفهم والبحر من امامهم، ماذا سيفعلون؟ ويئسوا مباشرة وقال أصحاب موسى إنا لمدركون فانطلق خلفهم فرعون كما ذكرت لكم واجتمعوا خلف واجتمعوا يعني تقريبا وجها لوجه فسيدنا موسى بثقته بربه وإيمانه وعلمه أن الله عز وجل سينجيه قال كلا وين لا تيأسوا <تصفيق> إياكم أعتذر <applause> منكم إياكم أن تيأسوا إياكم أن تخافوا إياكم أن تقنطوا من رحمة الله بعد أن قالوا إنا لمدركون أي أننا سيحطمنا فرعون وجنوده قال كلا إن معي ربي سيهدين سبحانه وتعالى فالله عز وجل امر سيدنا موسى بان يضرب بعصاه البحر فامسك سيدنا موسى العصا وضرب البحر فانفلق شقين وفتحت الارض سبحان الله وصار كل فرق كالطود, كالطود العظيم صار البحر مشقوقا شق البحر لسيدنا موسى و وقومه من بني اسرائيل الذين عبروا هذا البحر، قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، وبرغم ذلك وصل فرعون الى هذا المكان، ولو كان ولو كان عاقلا لامن مباشره، الا يكفيه انه اتاه صنوف من العذاب واشكال من البلاءات ولم يؤمن. طيب الان انت ترى ان ان هذا الامر معجزه، معجزه خارقه للعاده. لم لم يسمع التاريخ ولم تسمع البشريه كلها بان رجلا يستطيع ان يخوض في البحر وكل فرق من 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 هذا البحر كل فرق كالطود العظيم يعني كالجبل العالي. سبحان الله ورغم ذلك ورغم ذلك لم يؤمنوا لا بل تبعوهم فأتبعهم فرعون وجنودهم ثم انطلقوا وانطلقوا وانطلقوا فإذا بسيدنا موسى يصل إلى الضفة الأخرى من البحر ويخرج منها من هذه الضفة ولكن لا يزال جنود إسرائيل جنود فرعون يلحقون ببني إسرائيل فالله عز وجل أمر البحر بأن يعود كما كان فغرق فرعون وجنوده وأثناء غرق غرقه صار ينادي ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لاحظوا وهو يموت في, في شدة قلة الأدب وعدم الاحترام لم يقل لا اله الا الله لا بل قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل لا اعلم من هو هو امن به لاحظوا هذه شده في العذاب وشده في قله الوعي والفهم والذوق والرتابه والادب فعندما قال هذه الكلمه محاولا لعله اذا اسلم ان ينجو يعني انا لحقت هون ووصلت لمرحله فغرقت اذا اسلمت يمكن يرجع يفتح البحر مره اخرى فالله عز وجل وسيدنا جبريل خاطبه وسمع هذا الكلام قال له الله عز وجل آل أنا يعني هلا هل هلا تذكرت آل أنا وقد عصيت آل أنا وقد عصيت فغرق فرعون وجنوده وسبحان الله الله عز وجل جعل غرق فرعون لكل الناس من بعده آية وعلامة ودليل على أنه لا يوجد شخص يستطيع أن يستمر في هذا الظلم وهذا الطغيان وهذه التسلط وما يفعله الفراعنة والطغاة وخصوصا في هذه الأيام نحن نرى ما يفعلون الآن في بلادنا يطغون ويطغون ويطغون ولكن نحن المسلمين عندنا قناعة ويقين ثابت وإن كنا مقصرين وإن كنا لم ننصر هذه الثورة المباركة وإن كنا وإن كنا وإن كنا كل هذه الأمور لا بأس لكن نحن عندنا يقين ثابت ان هذا الذي يطغى في البلاد ويحرقها ويدمرها ويرسل عليها الطائرات والدبابات وغيرها وتساعده روسيا وايران واسرائيل وامريكا وكل هؤلاء الطغاة يوما من الايام سيسقطون باذن الله، سقوطا مدويا، سقوطا سيجعل سيجعل من سيرتهم عبرة للاجيال القادمه. ولكن انظروا الله عز وجل اغرق فرعون وفرعون ماذا قال انا ربكم الاعلى كان الله عز وجل يقول له انت رب طيب وانا رب سافعل بك هذا الفعل نج نفسك فالله عز وجل جعله ايه وعبره حتى يعتبر الطغاه من بعده وكما تشاهدون هذه صوره فرعون موجوده في متاحف مصر والله عز وجل قال في القرآن الكريم فاليوم ننجيك ببدنك الله عز وجل نجى فرعون فقط ببدنه أماته وأخرجه إلى الشاطئ فإذا بالناس يرونه فأخذوه وحنطوه ووضعوه في الصناديق المناسبة من أجل المحافظة على هذا الجسد وصار الناس يزورونه ويعتبرونه ويعتبرون مما فعله فرعون وجنوده ونسال الله عز وجل ان تكون هذه القصه عبرة لنا وموعظة، وهذه قصة سيدنا موسى هي ثلاثة أقسام، أخذنا منها قسمين، إن شاء الله عز وجل لعلنا إن بقي معنا وقت في الأسبوع القادم نأخذ القسم الثالث بعد أن نجا موسى.. وبنو اسرائيل الى الطرف الاخر حيث انهم هناك بدأوا ب احداث جديده، نسأل الله تعالى ان يحيينا لان نستمع الى هذه القصه الجميله ومعتمدين في ذلك على ما ورد من الاخبار الصحيحه في القران الكريم وفي السنه الصحيحه شكراً لحسن استماعكم، أسأل الله تعالى ولكم المزيد من العناية ومن التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.